حديث القاهرة وشغلها الشاغل لم يعد حديث القاهرة وحدها، أصبح حديث العالم كله. صمت العالم وتحدثت مصر زي ما قلنا، لكن ما تحدثش بس على وكالات الأنباء والأخبار العالمية، لكن كل الناس في كل البيوت وكل التلفزيونات بتتكلم عنه. والآن نتحدث ويمكن بيشاركنا كمان خالد البرماوي في هذا الحديث، ونشوف نجم حفل اليوم، نجم الحفل الذي يستحق مننا يعني التصفيق والإعجاب لهذا التكوين المبدع لاحتفالية أبهرت العالم زي ما أبهرت المصريين. معنا مين على التليفون يا خالد؟ لا لسه مش معنا التليفون دلوقتي، جاي حالا، بس معنا خالد البرماوي شخصيا. وخالد البرماوي النهاردة بما يديه معنا الأستاذ محمد سعدي، النجم ده الذي يستحق من التحية، من عرسان الليلة، من ده عريس كبير النهاردة. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا أستاذ خالد، إزي حضرتك؟ إزيك أنت، وخلينا نهنيك تهنئة كبيرة باسم المصريين جميعا على الجهد العظيم اللي عملته النهاردة، وعلى الشغل المشرف اللي يرفع الراس، واللي محتاجين نسمع أنتوا إزاي عملتوا ده. ربنا يخليك يا أستاذ خالد. الأول أنا يعني بهني مصر كلها الحقيقة. ده مجهود دولي، يعني ده مش مجهود شخص ولا مجهود شركة ولا مجهود شركات ولا يعني، ده مجهود دولة. الحقيقة الدولة كلها تضافرت عشان يطلع الحدث ده بالشكل اللي يليق بمصر يعني. فهو مجهود دولة، والحاجة طبعا اللي كلنا فخورين بيها ان الحدث ده مصري 100%، يعني مصري بامتياز. يعني لا في شخص سويدي ولا في شخص بريطاني ولا في الاشياء ولا سويسري، لا في بس يعني هنتكلم في ان احنا نقول 99.9 من المشاركين مصريين. يعني امال الواحد من 10 ده ايه؟ الواحد من الالف، الواحد من 10 بيبقى الناس اللي هي في حد بيصمم حاجه ليها علاقه بالحركه. يعني الحركه بتاعه، لان ده طبعا بيبقى في المجاميع او في حركات بيبقى في بس الاحتياج لده في الجزء اللي له علاقه بشارع العالم او كده، الحاجات اللي هي في الشارع اللي امام المتحف التحرير. تقصد تصميم الرقصات وحركه المستعرضين واللي كانوا موجودين في الموكب، المئات اللي احنا شفناهم دول، تنظيم الحركه. لكن هي الحقيقه المايسترو يعني الشركه المنظمه، احنا شركه مصريه، الاخراج اللي كان فيه المخرج الاستاذ مازن متجول والاستاذ احمد المرسي، كلهم يعني ومدين مصريين ومدين تصوير ومخرجين عظماء يعني. وكان في عدد كبير طبعا جدا من المصورين، وكان في كل المايسترو نادر عباسي والفرقه الموسيقيه، كل مايسترو عالمي مصري. احنا شفنا الناس دي كلها وشكرناها ومبسوطين منها جدا، ولكن الذي يقف خلف هذا العمل بصورته النهائيه اللي ظهرت لينا هي شركتكم ميديا هاب، وهو جهدكم. فانا عايز افهم ايه هي الصعوبات اللي واجهتكم، وازاي وضعتوا تصور ان يكون العرض بهذا الشكل المبهر دون اخطاء. طب انا هرد على سؤال حضرتك، بس انا بس عايز اقول حاجه، ان فعلا لا هو تيم مصري كامل، يعني من اول الموسيقى، تاليف الموسيقى ده حاجه صعبه جدا، الموسيقى بالجوده دي يبقى الموسيقار هشام نزيه مؤلفها، ان يبقى تصميم الملابس مصري، ان يبقى كل العناصر يعني، مش عنصر الديكور، المهندس محمد عطيه، المهندس محمد فارس، أيوة. التصميم الاضاءه الناس اللي اشتغلت الاضاءه والشاشات، المهندس حامد عرفه، كل الناس اللي تضافرت طبعا، والتيم بتاع ميديا هاب لينا المصري وبسمه سراج والتيم كله يعني، الهات طبعا بتوع التيم، انما انا بتكلم كل الناس، العناصر المصريه 100%. وحضرتك بتتكلم في ايه؟ اخذ منكم تجهيز قد ايه استاذ محمد؟ اخذ مننا حوالي سنة بتشتغلوا عشان العرض ده؟ سنة بنشتغل عشان العرض ده، والله قليل عليها سنة. يعني تحريك الناس دي والربط ما بين التحرير ومتحف الحضارة، وتتنقل من هنا لهنا وتختم هنا بمنى زكي، لا منى زكي بتتحرك هنا، ايه الجهد ده وايه الفن؟ احنا عملنا رانج اوردر كده الحقيقة، هو فعلا زي ما حضرتك بتقول، هي ليها كده تتابعات. أيوة. التتابعات هنا احنا بنبقى قايسينها وعاملينها بالفريم مش بالثانية. يعني عارف حضرتك، هي الثانية 24 فريم. ايوه. احنا بنمشي بالفريم مش بالثانية. وفي نفس الوقت يعني هنقطع هنا ازاي وهنعمل هنا ازاي، يعني كل ده احنا كنا اشتغلنا على رانج اوردر. الفكرة بتاعت الموضوع كلها كمان، ودي لأول مرة تحصل يمكن في العالم، إن الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عباسي كانت بتعزف لايف في نفس الوقت في أكتر من مكان. الموضوع فيه
يعني تعزف لايف في نفس الموضوع اللي كان الموضوع الموكب في الشارع. يعني هو الموكب سامع عزف الفرقة من متحف الحضارة في الشارع في التحرير. ده ما كانش بلاي باك، ده كان لايف. ده مش بلاي باك، ده لايف، ده اللي هما بيلعبوه بيسمعوه التانيين عندهم في التحرير. يا سلام. يعني كل الحركة دي أول مرة تحصل الحقيقة، عشان نظبطها عدى كتير فيها. طيب يعني هي قوة الحدث ان يبقى لايف مش بلاي باك هناك. وفي أكتر من مكان حوالين الجمهورية، مش بس في ميدان التحرير. احنا شفنا يعني تصميمات متداخلة من أكتر من مكان وبشكل رائع وبديع ومتكامل الحقيقة. مظبوط، بس هي فعلا حقيقي يدعو فعلا فعلا هو فكرة ان الحدث مصري 100% مصري خالص. والحقيقة زي ما قلت هي فعلا كل أجهزة الدولة اشتغلت على الحدث ده. يعني من اول عرض الفكره من وزير السياحه والاثار السيد الدكتور خالد العناني للسيادة الرئيس، يعني فخامه الرئيس هي اتحمس من الفكره وكان بيتابع تفاصيل الفكره وتفاصيل الحدث يوم بيوم. يعني الموضوع ده اتعرض على السيادة الرئيس فوق اللي يمكن ال 30 مره. استاذ سعدي بيتكلم في التفاصيل يعني سيادته ما كانش كان كل تفصيله. سيادة الرئيس كان داخل في التفاصيل بتاع العرض؟ في التفاصيل والله يا استاذ خالد، التفاصيل. طيب انت قلت لي كان في رانينج اوردر، مين اللي عامل الرانينج اوردر العظيم ده؟ برضو مجهود تيم كامل، يعني تيم كامل من وزارة السياحة والآثار وتيم من عندنا احنا في الشركة وتيم يعني كنا بنعمل زي اعداد كتير وركشوب وركشوب تعمل عشان في الاخر نوصل لاحسن صورة تحقق بيها للحدث. هو كمان صعوبة الحدث ده ان هو مالوش مرجعية. يعني عارف حضرتك لما حضرتك مثلا بتعمل اولمبيات او بتعمل حاجه او بتعمل حدث كبير او افتتاح بطوله او حاجات بالشكل او حتى البريد اللي بتعمل في الشارع الاحتفاليه، الحدث ده استثنائي جدا. يعني حتى يمكن المذيع النهارده لو في زمن الكورونا كمان، يعني العالم كله قافل وانت فاتح ممشي الملوك في الشوارع. مظبوط، وده كان صعوبه برضه. يعني دي كان يعني صعب الموضوع شويه، لكن في الحقيقه يعني هي الفكره كلها هي في ان ان الحدث ازاي نمشي في الساعه ونص بتوعه ان حضرتك ما تحسش بملل لمده دقيقه. طب استاذ محمد بصراحه كده بصراحه يعني احنا قلنا فتره التجهيزات اخذت سنه وده كان عز الكورونا ومحدش عارف هنفتح هنعمل احتفاليه مش هنعمل احتفاليه، ده ما مرش عليكم لحظات احباط او تراخي او ان ده مش هيحصل او ايا كان؟ لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الحقيقه ان كان في يقين الحدث ده هيحصل، ان هو الحدث هيحصل. يعني احنا عارفين هو هيحصل لكن هيحصل امتى كان هو دايما هو ده السؤال. اللي حصل ان سياده الرئيس طبعا كان كل الهدف لما كان دايما الموضوع بيعرض على ان احنا نعرض، كان فكره ان حدث زي ده لازم يبقى كل استعداداته من في الشوارع وفي التجهيزات وفي كل، يعني عايز اقول لحضرتك ما فيش كل أجهزة الدولة كنا بنشوف الأسطح بنصورها كل يوم لمدة مثلا شهرين، قعدنا نصور كل يوم الأسطح ونقف على كل حاجة ونقول الحتة دي عايزة تظبط الحاجة دي عايزة تعمل. يعني إيه ده كنتوا كمان بتنظفوا الأسطح؟ لا مش إحنا، أنا فاهم مش أنتوا، أنا أقصد المحافظة. كنا وكان ده التكليف إن مفيش حاجة عايزة حاجة، كان فكرة إن حتى العواميد النور الحاجات كل حاجة تبقى معموله بشكل منسق وتبقى معموله على احسن وجه. يا استاذ سعدي انا عايز اقول لحضرتك واحده من النقاط اللي وقفت عندها السوشيال ميديا في العالم. معاك خالد البرماوي. معاك اهلا بيك يا استاذ سعدي. واحده من النقاط اللي معلش انا ما سمعتش الاستاذ خالد البرماوي. خالد البرماوي يا فندم. اهلا يا فندم. واحده من النقاط اللي وقفت عندها السوشيال ميديا في العالم كله هي فكره التفاصيل، الاهتمام بتفاصيل الملابس، الاهتمام بتفاصيل الديكور، الالوان، البراندنج بتاع الشعار بتاع الملكات. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال على ايه ابرز نقطه او لقطه كانت هي الاصعب على الاطلاق؟ هي ضبط حضرتك الحركه من المزيكا تتلعب لايف وتبقى هي اللي بتحرك البريد كله. دي كانت اللقطه اللي صعبه جدا في القصه. طيب عدد الناس عدد الناس يعني خلينا نسال على السوشيال ميديا على عدد العدد يعني واحده لا العدد على فكره اللي يعني المشتركين دول زي ما قلت كلهم مصريين متطوعين. كان من جامعه حلوان احنا كنا بنتكلم في حوالي يمكن حوالي 1200. واو. طيب استاذ محمد احنا عايزين من الطلبه من الجامعات ده بالطلبه، لكن الفرق كلها لان يعني في ناس تقديرات في ناس بتتكلم بيقول لها الافات. ما هو فعلا الافات على فكره اللي ورا الكواليس اكتر من اللي شفتوه. يعني حضرتك لو شفت شكل الكالوس من ورا، يعني شفت بقى الناس اعداد الناس اللي بتشتغل
في الكواليس ورا وفي ظهر المسرح وفي التحرير في ورا يعني المدح. ممكن نقول اكتر من 10,000 شخص شارك في الحدث. لا يعني بنتكلم في عدد يقارب ده فعلا عظيم. طب استاذ محمد كبيرة. اسمح لنا نسال عن الخارجي او ما سجل، زي مثلا الفيلم اللي تم يعني بتاع خالد النبوي، الاغنيه اللي تم تصويرها بتاع النجم محمد منير، بالتصميمات اللي كانت موجوده في النيل والرقصات اللي موجوده في النيل، تم تنسيقها ازاي؟ اخذت وقت قد ايه؟ تسجلت في قد ايه؟ يعني لا هي في الوقت يعني الفيلم اللي كان فيه خالد النبوي ده اتصور من حوالي يمكن شهر، يعني خد اسبوعين ثلاثه يعني. برضه هي ما فيش صعوبه في الحاجات دي اكتر يعني الصعوبه اكتر زي ما بقول هو فكره الحدث في الشارع يعني، هو ده كان الصعوبه، وده كان الحاجه اللي كانت عامله شويه ان احنا يعني كنا شويه راهبينها يعني، فكره ان احنا نبقى لمده 38 دقيقه ماشيين في الشارع. طيب عندي ليك ثلاث اسئله ورا بعض. اول اصعب لحظه من يوم ما ابتديت وحسيت فيها بخطر كانت امتى؟ لا هي كل لحظه الحقيقه يعني هي كل اصعب لحظه كانت النهارده قبل الحدث بتيجي بخمس دقائق. خمس دقائق؟ يعني ايه بقى؟ لا لحظه اللي هو يعني يا رب فعلا تتم على خير بالظبط يعني. اول تهنئه جات لك من مين؟ اول تهنئه جات لي من مين؟ الحقيقه التهاني جات كتيره جدا. ايوه لا اول تليفون ترد عليه فيه تهنئه كان من مين؟ او مقابله شخصيه يا سيدي؟ والله انا عايز اقول لحضرتك انا فعلا من كتر الارتباك انا مش فاكر مين يعني. طيب ما نمتش بقالك قد ايه يا سعد؟ لا كتير، مش انا لوحدي على فكره، التيم كله يعني. ايوه الالاف اللي بنتكلم عليهم دول ما ناموش يعني. عايز اقول لحضرتك كل يوم الساعه 12 بالليل كنا بنروح عند التحرير نقعد لغايه يعني، بنروح من قبل، بنروح من 7 عشان نجهز نفسنا، انما كان قفل الميدان بيبقى بعد الساعه 12، فكنا بنقعد يعني نقعد من 12 لغايه 6 الصبح لغايه النور، نقعد كل يوم تقريبا عملنا ده يمكن. وتنام كام ساعه بقى وتقوم تكمل؟ بالظبط. لا يعني كان فعلا، لا كان فتره صعبه شويه الفتره دي. تعبت جامد بس انت مش حاسس ان في السي في بتاعك الانساني انك قدمت لمصر حاجه جميله جدا؟ لا دي كلمه كبيره يا استاذ خالد، انا يعني مش انا ده تيم يعني. طب وماله انت والتيم بتاعك كله؟ ما احنا بنبلغه التحيه من خلالك، كل حد قدم للبلد وفرحنا النهارده وحسسنا بفخر واظهرت جهد الناس كلها، فلازم نحييهم ونحييك. والله يعني انا حاسس بفخر، انا حاسس ان انا سعيد جدا، وحاسس ان يعني ان المصريين كل سعداء دي حاجه يعني. حقك والله العظيم لازم يعني تفرح قوي النهارده واحنا فرحانين بيكم، لان الحدث والتصميم عالمي بامتياز، وكالات الانباء العالميه والقنوات العالميه كلها بتتكلم عن الحفل وتصميمه واخراجه ومدى المهنيه، وقالوا كمان بالنص كنا نشعر اننا امام جزء من فيلم لهذه الدقة وهذه الأمور التي كانت بالثانية، ما حدش كان متخيل إن ده لايف 100% بالشكل العظيم المبهر ده. بجد بنهيكوا وبنحييكوا. والله الحمد لله، والحمد لله أنا سامع كمان الموضوع ترند بره يعني. أنت ترند عالمي. رقم اتنين عالمياً على مدى اليوم كله، كان موجود عالمياً. الحدث وده الهدف على فكرة، الحدث مش معمول برضو يعني، طبعاً فكرة إن إحنا نبقى عارفين عظمة بلدنا وشايفينها، لان يعني دي طبعا يعني احنا كان برضو احنا اوقات بننسى يعني، بننسى قد ايه احنا كبار يعني. لا والسنتمنت كمان، تحليل ردود الفعل بقى، هي فكرة ان هو حدث عالمي والناس اهتمت بيه على الانترنت ده موجود، لكن كمان ردود الفعل، احنا بنتكلم على مش اقل من 90% من ردود الفعل تحت بند الابهار، وده يعني مش عايز اقول مش معتاد، بس فكرة ان في حدث الناس تجتمع عليه مصري وغير مصري بالجودة دي، امر يعني بيعلي التوقعات في اللي جاي. والله هو ربنا يكرم طبعا، بس هي الفكره كلها فعلا كانت فكره ان احنا بنقدم مصر للعالم يعني. هي الفكره مش ونجحته جدا، مش محليه، كانت الفكره فعلا ان احنا يعني في الاخر هي لازم تترجم للسياحه، وتترجم لفكره ان الناس تبقى شايفه مصر بالشكل اللائق المطلوب مصر بين دي دايما. مستنيينكم في المتحف الكبير يا سعد ان شاء الله. ده مستنيين ان شاء الله. حاجه ثانيه عظيمه، وبنهنيك جدا وبنهني كل العاملين، وبنهني ميديا هاب ان شاء
كده. مبروك عليك النجاح الكبير ومبروك على مصر نجاح فريق ابداعي زي الفريق اللي اشتغل معاك وزي كل تكاتف الناس. احنا بنشكركم جدا على الصوره العظيمه المشرفه اللي فرحتونا بيها وفرحتوا العالم ووريتوه مصر. كل الشكر. شكرا استاذ محمد.